بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وجريا على العادة الكريمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، تفضل جلالته بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 203 نزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، حيث عبر عدد من الذين شملهم العفو والإفراج عن سعادتهم الغامرة بهذه المكرمة الملكية التي ستساهم في إدماجهم بالمجتمع ليشاركوا في مسيرة البناء والتقدم. أنا قاعدة أدعي ربي إن الله يلتك عيوني بعيونك. استجابت يمه. وصاحب الجلالة ما قصر، رحم الله والديك أبو سلمون، عسى أن ما ننحرم منك ولا من طيبك يا بعد قلبي أنت، فديتك أني من سترة وحبك موت، الله شاهد ومشترف علي، أحبك وأحب إن شاء الله رئيس الوزراء ولي العهد والشيخ ناصر نصير الشباب. يخليكم إلينا ويحفظكم خلف كبدي ويخليكم توج على روسنا يا بعد قلبي، يخليكم توج على راسي، على راسي يا بعد كبدي. وش عبر خلص شو ما اقدر اتكلم زين. اشكر جلالة الملك بابا احمد الله يخليه لنا دخر ان شاء الله ودخيره إلينا. وكل عام وانتم بخير يا الله، حق اليوم فضله عند الله، وهذا يوم عظيم عظيم يا ابو حمد يا ابو سلمان. الله يخليكم، ما اقدر اتكلم، بس ما اقدر اتكلم ازيد من كذي. احب اشكر جلاله الملك على المكرمه الملكيه، واحب اعتذر للشعب على اللي صار، واتمنى ان شاء الله ان ما اعيد اكرر نفس الخطا. طبعا احب اشكر جلاله الملك بمناسبه له العفو العام، وطبعا هذا يعني اكيد درس، حتى لو كانت الغلطه بسيطه درس ان الشخص ما يكرر الغلط. أشكر جلالة الملك على المكرمة الملكية اللي أعطاني إياها، وهاي سوى العيد عيدين. والله وايد مستانس، وأنا أحب إني أشكر جلالة الملك، والعيد اليوم صار عيدين، والفرحة صارت وايد عودة الحمد لله براجعة الخال، وإن شاء الله أموره مرة طيبة إن شاء الله الحمد لله. الله يجبره ما قصر طويل عمره، الله يخليه إن شاء الله يطول عمره. صاحب الجلالة الملك الله يخليه ويخلي عياله إن شاء الله، ويخلي رئيس الوزراء ولي العهد والشيخ ناصر كلهم الله يخليهم لنا إن شاء الله، الله يحرمنا منهم إن شاء الله ويخلي لهم عيالهم ويطول في أعمارهم إن شاء الله، الله يدوم علينا من نعمه إن شاء الله يا رب، الله يخليهم يفرحونا، الله يفرحهم في عيالهم في جميع عيالهم دنيا وآخرة إن شاء الله يا رب، يا الله يا الله ما قصروا، عسى أعمارهم طويلة إن شاء الله، الله يخليهم إن شاء الله، والله الله لا يحرمنا منهم إن شاء الله. أشكر جلالة الملك على هذه المكرمة الملكية، وهذا مو شيء غريب على أبو سلمان، وفعلا صار العيد عيدين.